بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض يا شباب شابتر 7. وشابتر 7 هو بيتكلم عن اللوسز. زي ما بدأنا في المحاضرات مع دكتور سلوى قلنا ان انا عندي اللوسز عبارة عن ايه. قلنا ان اللوسز بتنقسم لحاجتين، حاجة اسمها الميجور لوسز، والميجور لوسز دي بتبقى نتيجة الفريكشن. وقلنا ان انا عندي حاجة تانية اسمها الماينور لوسز، والماينور لوسز دي زي ما شفنا قلنا ان هي بتنقسم لاكتر من حاجة، يا اما يكون عندي sudden expansion او يكون عندي sudden contraction او يكون عندي fitting متركب على البايبلاين ده. خلينا النهاردة في الميجور لوسز او في الفريكشن لوسز. وقلنا ان الترم بتاعها احنا بنسميه HF، و HF دوت قلنا الايكويشن بتاعته ايه او ازاي بنحسبه. قلنا ان هو بيساوي F داش L V squared على 2 GD. لو بصينا لكل ترم من دول، اللينث والديامتر بتوع البايب لاين، الفيلوستي بتاعه الليكويد وهو ماشي جوه البايب لاين ده، والاف داش ده حاجه اسمها المودي فريكشن فاكتور. مودي فريكشن فاكتور ده قلنا ان هو بيعتمد على ايه. قلنا ان الفريكشن فاكتور ده اللي هو بيساوي 4 في حاجة اسمها الفانينج فريكشن فاكتور، انما انا اللي بجيبه من التشارت هو المودي فريكشن فاكتور. طب بجيبه من التشارت بيزد على ايه؟ بيزد على حاجتين، رينولد نمبر اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، وريشيو تانية اسمها ابسلون على دي. رينولد نمبر قلنا ان هو بيساوي ايه؟ رو في دي على ميو، وقلنا ان هو دايمنشنلس نمبر، على حسب الرقم بتاعه بقدر احدد الفلويد اللي عندي اذا كان لامينر ولا توربل. طيب بيجي بقى عندي حاجة تانية محتاجاها اللي هي الابسلون على دي، وابسلون دي اللي هي مين؟ ابسلون دي قلنا هي الرفنس بتاعة البايب لاين، ودي بتعتمد على ايه؟ على الماتيريال اوف كونستراكشن بتاعة البايب لاين ده. فانا بروح التشارت اللي هو مودي فريكشن فاكتور تشارت، ببقى انا عارفة على الاكس اكسس عندي الرينولد نمبر، وعلى الواي اكسس عندي الفريكشن فاكتور اللي هو اف داش، وفي عندي كيرفز تانية كتيرة كل واحد فيهم على حسب ابسلون على دي. فيعني على سبيل المثال لو احنا قلنا ان انا عندي رينولد نمبر مثلا بيساوي 2 تايمز 10 باور 5 في اي مسألة، وابسلون على دي بتساوي مثلا 0.001، ازاي اجيب الاف داش من التشارت بالمعلومتين دول؟ هاجي هنا على التشارت. نخلي بالنا ان التشارت ده لوج تشارت. لوج تشارت يعني ايه؟ يعني بص عندك الرقم ده هو 10 باور 5، اللي بعديه ده مش متقسم قد بعض، يعني النقطة اللي بعديه دي هي 2 تايمز 10 باور 5، دي 3 تايمز 10 باور 5، وبعدين 4 و 5 وهكذا لحد 10 تايمز 10 باور 5 اللي هي 10 باور 6. طيب لو انا عندي 2 تايمز 10 باور 5، هاجي من عند الرقم اللي هو 2 تايمز 10 باور 5 وهطلع بفيرتيكال لاين كده، هروح قطع كل، معلش هو ما طلعش يعني فيرتيكال قوي، هطلع بفيرتيكال لاين من عند النقطه دي، هقطع كل الكيرفات بتاعه ابسلون على دي. عايزه انهي واحد فيهم؟ انا عايزه اللي عند 0.001، فهاجي من عند الكيرف ده وافضل ماشيه مع الكيرف لحد ما اقابل الخط اللي انا كنت رسماه ده، وبعدين بعد كده اعمل ايه؟ هل اكمل مع الكيرف تاني لفوق؟ لا غلط، اروح جاية من عند النقطة دي وامشي هوريزونتال لحد ما اقابل الاف داش بتساوي كام، تطلع في حدود 0.02. فدي كده الطريقة اللي انا بستخدم فيها مودي فريكشن فاكتور طول الوقت. انا بعمل ايه تاني؟ هنشيل بقى كل ده تاني ونعملها مع بعض تاني. انا عندي رينولد نمبر بيساوي 2 تايمز 10 باور 5، وعندي ابسلون على دي بتساوي 0.001. هاجي هنا من عند 2 تايمز 10 باور 5 واروح جايه طالعه، هنقول ان ده فيرتيكال لاين، واروح طالعه فيرتيكال كده. معلش يا شباب انا اسفه ان انا مش عارفه، معلش ايدي دايما بتتهز جامد فمش بعرف امشي فيرتيكال من غير مسطره. فبنيجي بقى نطلع فيرتيكال من عند 2 تايمز 10 باور 5، وبعدين باجي من عند الكيرف بتاع ابسلون على دي اللي بيساوي 0.001، وافضل ماشيه مع الكيرف لحد ما اقابل الفيرتيكال لاين ده. الغلطه اللي انتوا بتعملوها واللي انا بحذركم منها ان انت تيجي تكمل تاني مع الكيرف فتطلع عند فاليو هنا، الفاليو دي غلط. انا هاجي من عند النقطه دي وامشي هوريزونتال لحد ما اقابل الاف داش ب 0.002. دي كده طريقة استخدامي للمودي فريكشن فاكتور.
طب بعد ما بجيب الاف داش من المودي فريكشن فاكتور بعمل ايه؟ بروح بقى اعوض بيها هنا في الايكويشن دي، وابقى انا كده اللي حسبت الرقم بتاع الفريكشن فاكتور اللي كان في المسائل اللي قبل كده كان بيبقى معايا جيفن، لا المره دي بقى انا بقيت انا اللي اقدر احسبه. طب لو جينا للمساله الاولانيه دي، بيقول ان انا في الفاير اسوسيشن كود بيقول ان انا عايزه مينيمم بريشر 65 بي اس اي عند الاوتلت اند بتاعه الهوز اللي بنطفي بيه الحريقه. فانا عندي هنا العربية بتاعة المطافي اللي فيه جواها بامب وطالع منها الهوز اللي انا بطفي بيه الحريقة. الهوز دوت المفروض يكون في اخره البريشر قد ايه؟ 65 PSI. الفلوريت بتاعه يكون قد ايه؟ 1.5 foot cubed per second. كل ده انا بجيبه هم من الجيفنز بتاعة المسألة. اللينث بتاع الهوز دوت قد ايه؟ 250 فوت. الديامتر بتاعه قد ايه؟ 4 انش. الرفنس بتاعته قد ايه على حسب الماتيريال اوف كونستراكشن بتاعته؟ 0.03 انش. طب وانا عايزه ايه بقى في اخره الكلام ده كله؟ عايزه البريشر بتاعه اللي خارج من البامب اللي موجوده جوه التراك دي يكون كام علشان يوصلني ان الاند بتاعه الهوز تكون البريشر بتاعها 65 PSI. هرجع عادي جدا ابلاي برنولي ايكويشن بالنقطه 1 اللي انا عايزه اجيب البريشر عندها، ونقطة 2 اللي هي اخر نقطة في الهوز اللي انا اعرف عنها كل حاجة. فهقول ان بي 1 على جاما بلس زد 1 بلس في 1 سكويرد على 2 جي بلس اتش بي ايكوالز بي 2 على جاما بلس زد 2 بلس في 2 سكويرد على 2 جي. بص على المسألة كده، هل قال لي نيجليكتنج الفيسكس افكت؟ لا، يبقى خلاص على طول الاتش اف موجودة حتى لو ما جابليش سيرتها، وانا بقى اللي هحسبها هي بتساوي كام. طيب نبتدي نشوف، لو عندي حاجة بتساوي زيرو اشيلها. مبدئيا محدش جاب لي سيرة اختلاف في الاليفيشن، فانا اقدر اقول ان زد 1 بيساوي زد 2، او اقول ان هما الاتنين على اليفيشن بيساوي صفر. الحاجة التانية، هو الهوز نفسه الديامتر بتاعه ثابت، يبقى ده معناه ان الفيلوستي ما بين نقطة 1 ونقطة 2 ثابتة، مش بصفر، هي ثابتة، فهشطبهم مع بعض عشان هما بيساووا بعض. طب هل البامبنج هيد هنا بالنسبة لي ترم ليه معنى؟ لا. ليه؟ لان النقطتين بعد البامب، هو امتى بحط البامبنج هيد ده بيبقى ليه فاليو؟ لما يكون نقطة قبل البامب ونقطة بعد البامب، انما دول النقطتين بعد البامب يبقى هشيل البامبنج هيد ملوش لازمة. يبقى معنى كده ان بي 1 ماينس بي 2 على جاما هو بيساوي الترم بتاع الفريكشن لوسز اف داش ال في سكويرد على 2 جي دي. طيب هو انا عايز اجيب مين هنا؟ عايز اجيب البي 1 دي، هي اللي مش معروفه. طب امال بي 2 بتساوي كام؟ اشتغل عادي بالبريتش سيستم، هتبقى البي 2 بتساوي كام؟ 65، بس هضربها في 144 علشان اخليها باوند فورس بير سكوير فوت. طب هي الجاما انا هطفي بايه؟ بميه، 1.94 × 32.2. طب اللينث بتاع الهوز قد ايه؟ 250 هو الدهول. طب الديامتر بتاعه قد ايه؟ 4 × 12 علشان احول من انش لفوت. طب الجي قد ايه؟ 32.2. طب الفي هجيبها ازاي؟ ما هو مديني الفوليومتريك فلوريت، فهاجي هنا واقول ان الفي بتساوي الفوليومتريك فلوريت اللي هي 1.5 على الاريا اللي هي باي على 4، ف4 على 12 سكويرد. هتطلع الفيلوستي اللي انا ماشيه بيها في البايب لاين ده قد ايه؟ 17.17 foot per second. يبقى الفيلوستي كمان عندي. يبقى انا مش ناقصني في المسألة دي غير ان انا اعرف الاف داش بتساوي كام علشان اعرف اجيب البي 2 بتساوي كام. طب علشان اجيب الاف داش هروح احسب رينولد الاول. رينولد بيساوي ايه؟ رو في دي على ميو. طيب الرو بقى نبتدي نعوض. عندي ووتر 1.94 والفيسكوستي بتاعتها 2 × 10⁻⁵. الفيلوستي قلنا 17.19 والديامتر اللي هو 4 ÷ 12. هيطلع الرينولد نمبر ده بيساوي كام؟ هيطلع 5.5 × 10⁵. محتاجة معلومة تانية علشان اروح اجيب الاف داش اللي هي ايبسلون على دي. الابسلون قال لي عليها 0.03 والديامتر باربعة انش، الاتنين بالانش فخلاص كده تمام شغال. فهيطلع الابسلون على دي 0.0075. بنفس الطريقة بقى اللي احنا كنا قلناها، هاجي من عند رينولد نمبر ده واطلع فيرتيكال، واجي من عند الكيرف بتاع ايبسلون على دي لحد ما قابل نقطة رينولد دي،
وطلع الاف داش من التشارت هتساوي كام؟ هتطلع في حدود 0.034. ليه بقولك في حدود الرقم الفلاني؟ عشان انا ممكن وانا بصحح اسمح لك بفاليو اكبر شوية او اصغر شوية من الفاليو دي، يعني مثلا انت تشوفها 0.035 او 0.03 او 0.032، انما ما ينفعش تشوفها مثلا 0.35 وتقول لي اصل انا نظري اختلف كده، يبقى انت اصلا في نقطة تانية. فوانس ان انا طلعت الاف داش بتساوي كام، هروح اعوض بيها في الايكويشن دي، ومن هنا هحسب البي 1 اللي انا كنت محتاجاها بتساوي كام. هتطلع البي 1 بتساوي 115 او تقريبا في حدود 116 بي اس اي، ده بعد ما تطلعها انت بالباوند فورس بير فوت سكويرد، وبعدين تقسمها على 144 هتطلع 116 بي اس اي. طيب دي كده كانت المسألة الاولانية. نيجي للمسألة التانية. في المسألة التانية بيقول ان انا في عندي كرود اويل، الكرود اويل دوت كان الفلوريت بتاعه 1.6 مليون بارل بير دي، يبقى ادي الفوليومتريك فلوريت اقدر اجيبه. تعالى بقى في المسألة دي نشوف كده اليونتس بتاعتها هنشغلها ازاي. هو هنا اداني الفوليومتريك فلوريت 1.6 مليون بارل بير دي، وهو بيقول لي ان البرميل الواحد دوت 159 لتر. الانسايد ديامتر بتاع البايب لاين اللي هيمشي فيه الكرود اويل ده ب 48 انش، معمول من ايه؟ معمول من جلفانايزد ايرن. طب هو ليه بيقول لي ان هو معمول من جلفانايزد ايرن؟ علشان انا لو رحت للتيبل ده هبص كده على الجدول الصغير اللي موجود، هلاقي ان الجلفانايزد ايرن الابسلون بتاعته اهي، سواء كانت بالانش او بالمليمتر. لو هي بالانش هتبقى 0.0005 او بالمليمتر هتبقى 0.15. يبقى انا هنا عرفت كمان مين لما قال لي كلمه جلفانايزد ايرن، عرفت الابسلون. بيقول ان البايب لاين دوت يقدر يستحمل ماكسيمم بريشر ب 1200 بي اس اي لحد مينيمم بريشر 50 بي اس اي، وبعد كده لازم احط بامبنج ستيشن تانية. طيب هو عايزني، وقال لي ان السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الكرود اويل دوت 0.93، والفيسكوستي بتاعتي مديهاني 16.8 سنتيبوز. طب هو عايز مني ايه بقى في اخرة الكلام ده؟ عايزني اجيب اللينث ما بين كل تو بامبنج ستيشنز ورا بعض. فانا عندي البامب ستيشن الاولانية اهي، وفي البامب ستيشن التانية اهي، وانا عايز امشي من هنا لهنا، فانا عايز اعرف اللينث ده بيساوي كام. وعارفة ان البريشر هنا 1200 بي اس اي، وعارفة ان البريشر هنا 50 بي اس اي، فعايز اعرف اللينث ده بيساوي كام. نفس الحكاية لما ابلاي برنولي ايكويشن بالنقطة واحد ونقطة اتنين، خلي بالك نقطة واحد بعد ما خرجت من البامبنج ستيشن الاولانية، ونقطة اتنين قبل ما ادخل على البامبنج ستيشن التانية، فهما ان بتوين التو بامبنج ستيشن، فلما هتيجي تكتبهم مش هتحط البامبنج هيد، وهما على نفس الاليفيشن والديامتر واحد، فالفيلوسي هتتشال، فهترسي برضو على ان عندي ايكويشن بتقول ان بي 1 ماينس بي 2 على جاما ايكوالز اف داش ال في سكويرد على 2 جي دي. المرة دي بقى من الانون اللي عندي اللي انا عايز اعرفه هي ال L، دي هي اللي انا عايز اعرفها. طب هل انا عارفة ال P1 وال P2؟ عارفاهم ب 1200 وب 50، بس لما احنا دلوقتي هنشتغل في المسألة ايه؟ هنشتغل في المسألة بقى ممكن، والله ممكن في المسألة دي زي ما احنا عايزين، لان انا عندي ال Givens اليونتس بتاعتها كده ملخبطة شوية SI وشوية Pitch، فانت براحتك اشتغل بده او بده. طيب لو احنا حبينا نشتغل بالاس اي، لو حبينا نشتغل بالاس اي، انا وصلت لمعادلة بتقول ان بي 1 ماينس بي 2 على جاما ايكوالز اف داش ال في سكويرد على 2 جي دي. تعالى كده نشتغلها اس اي. مبدئيا كده البريشر ديفرنس هو كان كام؟ 1200 ماينس 50، يعني بيساوي 1150 بي اس اي. طب 1150 بي اس اي دي هعمل فيها ايه بقى عشان احولها لباسكال؟ هاخد ال 1150 اقسمها الاول على 14.7 كده بقت اتموسفير، وبعدين اضربها في 1.013 تايمز 10 باور 5 كده بقت باسكال، وبعدين اقسمها على جاما بتاعه الاويل. هو السبيسيفيك جرافيتي بتاعته كام؟ 0.93. يبقى الدنسيتي بتاعته بكام؟ ب 930، وبعدين اجيب الجاما ان انا اضربها في الجي اللي هي 9.81 ايكوالز الناحيه الثانيه اف داش انا لسه ما حسبتهاش، واللينث هو اللي انا عايزه اعرفه، ادي 2 وادي الجي ب 9.81. انا بحط الحاجات اللي انا عارفاها، عايزه الفي وعايزه الدي.
الديامتر هو مديهوني قد ايه؟ 48 انش. علشان احول من انش المتر هعمل ايه؟ هعمل تايم 0.0254. يبقى انا كده حطيت الديامتر كمان. عايز اجيب الفيلوستي، هجيب الفيلوستي ازاي؟ هقسم الفوليومتريك فلوريت على الكروس سكشنال اريا. طب هو الفوليومتريك فلوريت اللي هو مديهوني ايه؟ قال لي 1.6 مليون بارل بير داي. 1.6 مليون ده يعني ايه؟ يعني 1.6 تايمز 10 باور 5 باور 6. طيب البارل قال لي عليه ان هو الفوليوم بتاعه قد ايه؟ 1.59 لتر، يعني 0.159 متر كيوبد. خد الكلام ده بقى، ال 1.6 تايمز 10 باور 6 ده واضربه ب 0.159. خلي بالك قال لي ده ايه؟ بير داي. بير داي يعني لسه انت عايز تخليه بير سكند، فتقسمه على 24 كده بقى بير اور. عايز تخليه بير سكند تقسمه على 3600. كده انا جبت الفوليومتريك فلوريت بالمتر كيوب بير سكند. اقسمه بقى بعد كده على الكروس سكشنال اريا اللي هي باي على 4 والديامتر 4 في 0.0254 عشان احوله من انش المتر سكويرد. في النهايه هتطلع لك الفيلوستي دي بكام؟ هتطلع الفيلوستي دي ب 2.5 متر بير سكند. خلي بالك هي مساله زي اللي فاتت بالظبط، يمكن هي الفرق فيها ان الوحدات ملخبطه معايا شويه. احط بقى الفيلوستي هنا 2.5 سكويرد، مش هيفضل لي حاجه مش عارفاها غير ال غير مين؟ الاف داش. نرجع نكرر نفس الكلام تاني. علشان اجيب الاف داش لازم اروح اجيب مين؟ لازم اجيب رينولد نمبر. قلنا الرو بتاعه الليكويد ده 930، الفيلوستي اللي هو هيبقى ماشي بيها 2.5، والديامتر اللي هو ماشي بيه قلنا 4 تايمز 0.0254. ادي رو في دي على ميو بقى، الميو قال لي بكام؟ 16.8 سنتي بواز. السنتي بواز ده بعمل فيه ايه؟ تايمز 10 باور نيجاتيف 3. يطلع رينولد نمبر ده بكام؟ يطلع 1.8 تايمز 10 باور 5. طب عايزه ايه معاه؟ ابسلون على دي. هو قال لي ان هي جلفانايزد ايرن، فلما قال لي ان هي جلفانايزد ايرن على طول رحت جبت ايه؟ رحت جبت الابسلون بتاعته كانت 0.0005 وقسمها بقى على ال 48 اللي هي بالانش، او لو تحب خد ال 0.15 اللي هي بالمليمتر وقسمها على ال 4 تايمز ال 254 اللي هي هحول هنا من ايه لايه؟ من انش لمليمتر. فخلاص انا مش محتاجه حتى التحويله دي، مش محتاجاها، ما انا عندي انش وانش. فهيطلع الابسلون على دي بكام؟ 0.00123. بقى عندي الرينولد وعندي ابسلون على دي، خلاص هعرف اجيب الاف داش من التشارت. هتطلع الاف داش بتساوي كام؟ هتطلع الاف داش بتساوي 0.018. طب انا كنت عايزه الاف داش ليه؟ علشان اروح اعوض في الايكويشن دي واطلع اللينث اللي انا محتاجاه ما بين كل تو بامبنج ستيشنز. هيطلع اللينث ده كبير، فلما تقسمه على 1000 هيطلع في حدود 185 كيلومتر. ميكس سنس، يعني ده بايب لاين ماشي من بلد لبلد، وانا بحط تو بامبنج ستيشن اكيد مش هحط بينهم 2 متر، فالمسافه ما بينهم 185 كيلومتر. طيب لو جينا للمسألة التالتة، المسألة التالتة في الشيت بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا في عندي open tank وفي عندي closed tank والاتنين متوصلين ببعض pipeline زي ما احنا شايفين كده، ومديني ان الهيد ما بينهم كان 9 متر والclosed tank دوت كان pressurized الاتنين اتموسفير جيج. وبالنسبة للبايب لاين اللي ما بينهم هو مديني كل المعلومات عنه، اللينث 300 متر والديامتر 7.5، ومديني الدينستي والفيسكوستي بتوع الليكويد اللي ماشي من الكلوزد للأوبن تانك، ومديني كمان الفريكشن فاكتور بيساوي كام. امال هو طالب ايه؟ هو طالب مني اجيب الفلوريت بيساوي كام والدايركشن بتاعه منين لفين. يعني السؤال هنا، هل الدايركشن من الاوبن للكلوزد تانك ولا الدايركشن من الكلوزد للاوبن تانك؟ ودي احنا كنا حليناها مع بعض في مسألة قبل كده. كنا بنقول ان انا هعمل ايه؟ حط نقطتين على التو فري سيرفيسز اللي عندك هنا، نقطة واحد ونقطة اتنين، وهات الانرجي عند نقطة واحد اللي هي P1
على جاما بلس زد واحد بلس في واحد سكويرد على 2 جي، وهات الانرجي عند نقطة 2 اللي هي بي 2 على جاما بلس زد 2 بلس في 2 سكويرد على 2 جي. كنا بنقول ان نقطة واحد ونقطة 2 الاتنين نقطتين جوه تانك، فالفيلوستي بتاعتهم بتساوي 0. ولو قلنا ان زد 2 بتساوي 0 يبقى معنى كده ان انا هعوض عن زد واحد بتساوي 9، ونقطة واحد البريشر بتاعها اتموسفيريك يعني 0 جيج، يبقى معنى كده ان الانرجي بتاعت نقطة واحد مجموعها 9 متر اللي هما متمثلين كلهم في بوتنشل. طب البريشر بتاع نقطة 2 او الانرجي بقى مجموعها بتاعت نقطة 2 اللي هي هتتمثل في البريشر بتاعها، هقول ان هو بيساوي ايه؟ خلي بالك انت حطيت البريشر بتاع نقطة واحد بالجيج، فخلاص هحط البريشر بتاع نقطة 2 بالجيج. تمام، 2 × 1.013 × 10^5 علشان احول من اتموسفير لباسكال على الجاما بتاعة الليكويد ده، هو مديني الدينستي بتاعته ب810 وهضربها في 9.81 تطلع التوتال انرجي دي، هتطلع التوتال انرجي دي بتساوي 25.49 متر. يبقى معنى كده ان الانرجي بتاعت نقطة 2 اكبر من الانرجي بتاعت نقطة 1، ويبقى ده معناه ان الفلو هيكون ماشي منين لفين؟ من الكلوزد تو الاوبن تانك، مش عشان فرق البريشر، لا علشان الانرجي عند نقطة 2 اعلى من الانرجي في العموم عند نقطة 1. فانا كده خلاص عرفت ان الايه، عرفت ان الفلو ماشي من نقطة 2 لنقطة 1. ادام بقى الفلو ماشي كده، يبقى لما تيجي تكتب برنولي ايكويشن تكتبها ازاي؟ اكتبها صح بقى. دلوقتي انا بقول ان انا بدأ من نقطة 2، ممكن بقى نرجع نسميهم تسمية جديدة، ممكن نقول دي نقطة A بقى دلوقتي، ودي خلاص بقت نقطة B، لان انا همشي من A لB. طيب لما امشي من A لB هكتب برنولي ايكويشن ازاي؟ PA على جاما بلس ZA بلس VA سكويرد على 2G، وما كانش فيه بامب في السكة، بيساوي البريشر عند B على جاما بلس ZB بلس VB سكويرد على 2G بلس HF. لما نعوض بقى بكل الحاجات اللي كانت بتساوي 0 الا الزد، خلي بالك نقطة A دي بقى خلاص اللي تحت، اللي الزد بتاعتها بتساوي 0 والفيلوستي بتاعتها بتساوي 0، نقطة A اللي هي كانت في الاوبن تانك البريشر 0 جيج والفيلوستي بتاعتها بتساوي 0، البريشر عند نقطة A كانت بتساوي 2 × 1.013 × 10^5 على جاما اللي هي 810 في 9.81، بيساوي زد بي اللي هي 9 زائد الفريكشن لوسز اللي هي كام؟ اف داش ال في سكويرد على 2 جي. دي خلي بالك انا بعمل كل ده ليه؟ عشان اعرف اجيب الفي. وخلي بالك انت اصلا ترمي اللوسز كنت تقدر تجيبه منين؟ من الديفرنس ما بين التو انرجيز دول ببساطة، يعني هو ده اللي انا عملته لما ابلاي برنولي ايكويشن، هيطلع الفريكشن لوسز هو 25.49 ناقص 9. طيب نعوض كده بالارقام، عندي اللينث بتاع البايب لاين ده، هو كان قال لي عليه كام في المساله؟ قال لي اللينث بتاع البايب لاين 300 واداني الفريكشن فاكتور 0.075، يبقى ده كان 300 متر وده كان 0.075. انا شغاله اس اي فهحط الجي ب 9.81، وكان قايل لي برده ان الديامتر بتاع البايب لاين 7.5 سنتي، هقسمهم بقى انا على ايه؟ هقسمهم على 100 علشان اخليهم بالمتر، فمش هيفضل لي حاجة هنا مش عارفاها غير مين؟ غير الفي، ومنها هقدر اجيب مين؟ هقدر اجيب الفوليومتريك فلوريد بالمتر كيوبد بير سكند. يبقى ده كده انا جاوبت على المطلوب الاولاني في المسألة اللي هو قوليلي الفوليومتريك فلوريد بيساوي كام والدايركشن بتاعه منين لفين. طيب المسألة دي كانت سهلة وما فيهاش مشكلة، لانه هو كان مديني الفريكشن فاكتور اصلا جيفن. فالمطلوب التاني في المسألة بقى بيقول لي طب لو انا مدت لكيش الفريكشن فاكتور ده جيفن، وقلت لك بس ان البايب لاين كانت معمولة من الكاست ايرن، يبقى ساعتها هتتصرفي ازاي؟ والله لو كانت المسألة دي الفريكشن فاكتور فيها مش جيفن، فانا كنت هقول ان الفريكشن لوسز، احنا خلاص اتفقنا بقى ان الفريكشن لوسز اللي هي اف داش ال في سكويرد على 2 جي دي هتساوي فرق الانرجي ما بين نقطة A ونقطة B اللي هي 25.49
ماينس ال 9، فهتطلع الانرجي دي او الديفرنس ده هيطلع قد ايه؟ هيطلع 16.49. طب انا عارفة مين؟ انا دلوقتي بقى عارفة اللينث، وعارفة الجي 9.81، وعارفة الديامتر 0.075، انما ولا عارفة الاف. دلوقتي بقى خلاص الاف مش جيفن، ولا عارفة الفيلوستي بتساوي كام. طيب لما يبقى عندي ايكويشن واحدة وفيها تو انونز وما عنديش ايكويشن تانية عشان اقدر اجيبها، يبقى انا هنا ما عنديش في المسألة غير ان انا اعمل حاجة اسمها ايه؟ غير ان انا اعمل حاجة اسمها ترايل اند ايرور. ولو تفتكروا احنا الكلام ده كنا قلناه في مرة قبل كده لما كنا بنجيب الديسشارج كوفيشنت في حالة الاوريفيس مثلا. فهنا برضو هنشتغل على الترايل اند ايرور. طب الترايل اند ايرور ده يعني هعمل ايه؟ اولا انا عارفة ان البايب هيبقى معمول من الكاست ايرن، فانا عارفة الابسلون على دي. لو انا رحت للتشارت هنا بتاع مودي تشارت ودورت على الكاست ايرن، فهلاقي ان الابسلون بتاعته بالمليمتر 0.25. فروح هنا اقول ان الابسلون دي 0.25 مليمتر على 75 اللي هو الديامتر بالمليمتر، يبقى انا عندي الابسلون على دي. لما اجي احسب الابسلون على دي هلاقيها بتساوي كام؟ هلاقيها بتساوي 0.0033. يبقى انا لو رحت على التشارت دوت انا هبقى عارفة مين هنا؟ هبقى عارفة الكيرف بتاع ابسلون على دي. بس هي الفكرة ان انا عندي كيرف عند 0.002 وكيرف عند 0.004. اعمل لنفسك انت كيرف ان بتوين وقول ان هو ده يعني اللي عند 0.003. طيب خلي بالك بقى كده، الكيرف ده اصغر اف داش عنده فين؟ اصغر اف داش عنده لو مشيت من اوله كده هوريزونتال هتلاقيها عند 0.025، واكبر اف داش على الكيرف ده فين؟ 0.04. فانت عرفت ان الاف داش الرينج بتاعها من كام لكام؟ عرفت ان الاف داش من 0.025 ل 0.04. فتبتدي انت بقى تعمل ايه؟ هتأسيوم اول خطوة، هتأسيوم F داش in between the two values دول. نقول مثلا ان احنا هنفرضها 0.03. طب اذا انا عرفت ان ال F داش بتساوي 0.03، هتروح على equation رقم واحد اللي انا كنت سايباها دي علشان اعمل فيها trial and error وعوض وطلع ال value بتاعت ال V. يبقى هجت ال V، هتطلع لي ال V بقى بكام من هنا؟ هتطلع الاف داش تقريبا 1.64 متر بير سكند. طب بعد ما حسبت الفي هتعمل ايه؟ هتروح تجيب رينولد نمبر. هو ينفع؟ ما انا دلوقتي عارفة كل حاجة، عارفة الرو وعارفة الفي بقى دلوقتي، وعارفة الديامتر بتاع البايب لاين، وعارفة الفيسكوستي بتاعة الليكويد ده كان مديهوني، خلي بالك 0.81 بواز. بواز دي يعني ايه؟ يعني بتضربها تايمز 10 باور نيجاتيف 1، مش تايمز 10 باور نيجاتيف 3. نيجاتيف 3 دي لما كانت سنتي بواز، دلوقتي دي بواز، هضربها تايمز 10 باور نيجاتيف 1 بس. هجيب رينولد نمبر، وانا اساسا عندي ابسلون على دي من الاول موجودة، يبقى دلوقتي هعمل ايه؟ هجت اف داش من التشارت. طيب على سبيل المثال، مثلا لو طلعت لي الاف داش اللي من التشارت دي 0.035، هروح عاملة ايه؟ هروح واخدة 0.035 دي وابتدي بيها الترايل تاني، واجيب الفي تاني، وبعدين اجيب رينولد، وبعدين اجيب اف داش من التشارت تاني. هلاقي مثلا الاف داش من التشارت طلعت 0.0348، يبقى خلاص انا كده وصلت للفاليو الصح. هي دي طريقة الترايل اند ايرور، ان انت بتفرض رقم وبعدين بتروح تطلعه من التشارت او من ايكويشن وتتأكد اذا كان فرضك صح ولا غلط. مش هيطلع الفرض صح من اول مرة، مش مشكلة، هاخد اللي طلع لي من الفيرست ترايل وابدأ بيه السكند ترايل، وهكذا لحد ما يبقى الرقم اللي انا ببتدي بيه الترايل هو اللي انا بنتهي بيه. طب انت في الامتحان هتفضل تعمل الشغلانة دي لحد امتى؟ هتقف بعد السكند ترايل والرقم اللي يطلع لك منها هو ده اللي انت هتشتغل بيه. يبقى دي كده الطريقة ان انا لو عندي الفيلوستي هي اللي مش موجودة ازاي اقدر اجيبها بطريقة الترايل اند ايرور علشان اجيب الفي والاف داش.
طيب لو احنا جينا بقى للمسألة الرابعة والأخيرة في الشيت، هنا بيقول ان انا في عندي two tanks open و closed tank وفي ما بينهم pipe، والبايب لاين ده كان اللينث بتاعه 1200 متر، وكان في فرق في الاليفيشن ما بين الفري سيرفيس هنا وهنا 3 متر، وكان بيقول لي ان الفوليومتريك فلوريت 140 لتر بير سكند. الفوليومتريك فلوريت اللي ماشي من تانك واحد لتانك اتنين، هو خلاص انا عارفة هون ماشي من تانك واحد لتانك اتنين، وقال لي ان تانك اتنين دوت كان البريشر بتاعه 40 بي اس اي جيج، هو كان بريشرايزد لحد 40 بي اس اي جيج، وقال لي ان البامب دي ديليفرز 100 هورس باور للفلويد. فخلي بالك دي الباور اللي راحت للفلويد فعلا، يعني دي الباور اللي بتساوي ايه اتش بي في جاما في كيو. فما تجيش تسالني تقول لي هي الافشنسي بتاعت البامب كام ولا انا افرضها، انت اللي عايز تعرف كام ولا عايز تفرضها. هي دي اصلا الفلويد باور مش البامب باور، دي الباور اللي راحت للفلويد فعلا اللي الفاليو بتاعتها بتساوي اتش بي في جاما في كيو. القانون بتاعها ما فيهوش اصلا الافشنسي بتاعه البامب. وقال لي ان البايب لاين ده خلاص بقى احنا عرفنا لما يقول لي ان هو من الجالفانايزد ايرن، يبقى كان بيقولها لي ليه؟ كان بيقول لي كده علشان اروح اجيب الابسلون بتاعتها من الجدول الصغير اللي موجود مع مودي تشارت. نيجلكتنج الماينور لوسز، خلاص انا هنا عندي ميجور لوسز بس، نيجلكتنج الماينور لوسز دي مش معناها اهمل اللوسز كلها، اهمل الماينور بس. هو انت عندك حاجة غير الماينور؟ اه عندي الميجور اللي هي نتيجة الفريكشن، محدش في المسألة قال لي اهمليها. عايز اعرف الديامتر بتاع البايب لاين ده بيساوي كام. طب هعمل ايه؟ هابلاي برنولي ايكويشن تاني بين نقطتين اللي هما نقطة واحد هنا ونقطة اتنين اللي هنا. نقطة واحد اللي هي بي واحد على جاما بلس زد واحد بلس في واحد سكويرد على اتنين جي. هنا النقطتين نقطة قبل البامب ونقطة بعد البامب، يبقى حط بقى البامبنج هيد موجود equals بي تو على جاما بلس زد تو بلس في تو سكويرد على تو جي بلس اتش اف. هتقولي ما هو قالولي اهمل اللوسز، قالك اهمل الماينور، محدش قالك اهمل الميجور. طيب نشوف كده لو عندي حاجات بصفار، عندي الزد واحد بزيرو وعندي الفي واحد بزيرو لانها نقطة جوة تانك، وعندي البي واحد بزيرو جيج، يبقى معنى كده ان انا في الناحية دي مفضلش عندي غير البامبنج هيد. الناحية التانية البريشر بتاع نقطة اتنين قال لي 40 بي اس اي جيج، انا المسألة كلها شغلها اس اي، فيبقى هقسمها الاول على 14.7 وبعدين اضربها تايمز 1.013 تايمز 10 باور 5 وبعدين اقسمها على جاما ووتر اللي هي 1000 تايمز 9.81. بما اني حطيت زد واحد بزيرو يبقى زد اتنين ايكوالز 3، وفي اتنين على فكرة هي كمان بتساوي صفر لانها جوه التانك برضو، زائد الفريكشن لوسز اللي هي اف داش ال في سكويرد على 2 جي دي. طب نعوض كده باللي احنا عارفينه، عارفة ان اللينث ده بيساوي 1200، مشكلتي ان انا في تلت وعارفة ان الجي بتساوي 9.81، مشكلتي ان انا في تلت حاجات مش عارفاهم في الاكويشن دي، اللي هي الاف داش مش عارفاها، ولا عارفة الفيلوستي، ولا عارفة الديامتر، كلهم معتمدين على بعض. طب الاتش بي طيب اعرف اجيبها؟ اه، لان هو قال لي ان الفلويد باور بتساوي 100 هورس باور، اضربها بس الاول في 746 عشان تخليها وات، وبعدين قول ان هي بتساوي اتش بي في جاما في كيو. الجاما عندي ب 1000 تايمز 9.81، وعارفه ان الفوليومتريك فلوريت هو كان ادهوني في المساله بس ادهوني بالليتر بير سكند، اقسمه على 1000 هتلاقيه 0.14، فاقدر من هنا اجيب البامبنج هيد. لو من هنا حسبت البامبنج هيد هيطلع بيساوي كام؟ هيطلع بيساوي 61.4 متر. فجبت البامبنج هيد، فبقت مشكلتي في النهاية في ايه؟ ان انا عندي ترم اسمه اف داش في في سكويرد على دي بيساوي رقم، بس انا مش عارفة الاف داش ولا عارفة الفي سكويرد ولا عارفة الدي. طيب لما نعوض بقى بكل الارقام اللي احنا عارفينها، هتطلع عندي معادلة بتقول ايه؟ ان 23.2 ده بعد ما لميت بقى كل الترمات على بعض، يعني عوضت هنا عن ال HB ب 61.4 وبعدين جبت الترم ده الناحية دي وجبت 3D الناحية دي وطربت في ال 2G وقسمت بعد كده على اللينث، هيفضل عندي ايه في الاخر؟ هيفضل عندي equation بتقول لي ان 23.2 equals 61.16 F داش V squared على دي.
طب عايزين نقلل شوية الحاجات اللي احنا مش عارفينها. طيب هل في علاقة ما بين ال V وال D؟ اه طبعا في، انا عارفة ان ال velocity بتساوي ايه، Q اللي هو ال volumetric flow rate مقسوم على باي على 4 في D squared، وانا عارفة ان ال volumetric flow rate 0.14. طيب ما تيجي بقى تشيل ال velocity دي على بعضها وتحط مكانها ايه، شيلها كده على بعضها وحط مكانها 0.14 على باي على 4 في ال diameter squared الكل squared، فهتلاقي ان الايكويشن دي دي سكويرد وبره سكويرد هيبقى فيها دي باور 4، وفي عندك هنا دي كمان في النومينيتور فهتبقى دي باور 5. فهترسي في الاخر خالص ابسط شكل للمعادله، هيرسي على ايه، ان اف داش على دي باور 5 بعد ما تعوض بكل الارقام بيساوي 11.938. طب دلوقتي بقى عندي المعادلة فيها F داش و D، وبرضو انا ما عنديش حل تاني وما عنديش معادلة جديدة، فبرضو هلجأ لأنهي حل؟ برضو هلجأ للحل بتاع الترايل اند ايرور. طيب هلجأ لحل الترايل اند ايرور، هو انا حتى عارفة الكيرف بتاع ايبسلون على دي؟ حتى ده ما عرفوش. انا عارفة الايبسلون لاني عارفة ان هي جالفانايزد ايرن من الاول، فعارفة ان الايبسلون بتساوي 0.00015 متر، ده اللي انا عارفاه من الاول، انما انا حتى مش عارفه دي بكام، فانا حتى كيرف الابسلون على دي معرفوش. هتقولي طب امال انا هفرض الاف داش بقى في انهي رينج؟ هتضطر بقى ساعتها ان انت تفرضها في الرينج كله بتاع الاف داش. هي الاف داش من اول فين لفين؟ اصغر فاليو فيها كام؟ 0.008. طب واكبر فاليو فيها كام؟ 0.1. خد بقى اي رقم ان بتوين، يبقى انت هنا عندك الرينج بتاع الاف داش هو الرينج كله من 0.008 لحد 0.1. طب هعمل ايه في المسألة؟ اول حاجة هاسيوم اف داش في الرينج اللي احنا قلنا عليه، نقول مثلا ان احنا هنقسيوم اف داش 0.02. طب اذا انا عرفت الاف داش بتساوي كام، هروح على ايكويشن رقم واحد دي وهعرف اجيب منها مين، هعرف اجيب منها دي باور 5 الاول وبعدين اعرف اجيب منها دي. طب اذا عرفت دي بقى دلوقتي كل مشاكلك تتحل، لو انت عرفت الديامتر وانت عندك الفوليومتريك فلوريت فانت هتعرف تجيب الفيلوستي، ولو عرفت تجيب الفيلوستي وانت معاك الديامتر هتعرف تجيب الرينولد نمبر، وبالتالي هتعرف تجيب ايبسلون على دي، يبقى انت كده عندك كل حاجة. روح بقى على التشارت وهات الاف داش من التشارت. انت بدأت باف داش بتساوي كام؟ 0.02. نفرض ان اللي طلعت لك 0.03، هتعمل ايه؟ هتفتح فاتح الترايل الجديدة وتقول اسيوم ان اف داش بتاعت الترايل الجديدة بتساوي 0.03، ونروح على معادلة رقم واحد تاني نجيب الدي ومنها نجيب الفي ومنها نجيب الرينولد والابسلون على دي، وبعدين نروح التشارت علشان نجيب الاف داش بتاعة الترايل الجديد. والله لو طلعت لك في الترايل التانية 0.03 يبقى هي دي الفاليو الصح اللي انت عايزها، ويبقى هو ده الديامتر وهي دي الفي اللي انت عايزها. طب نفرض من تاني ترايل ما طلعتش، يبقى تاخد الفاليو اللي طلعت لك من تاني ترايل وتبتدي بيها تالت ترايل وهكذا. في الامتحان باكد عليكم تاني ان احنا هنبتدي هنشتغل تو ترايلز بس، والرقم اللي يطلع لي من السكند ترايل يبقى هي دي الارقام اللي انت هتكمل بيها المساله، او تبقى هي دي الفاينل انسرز بتاعتك. يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا عن الميجر لوسز، وعرفنا ازاي بنحسب الاف داش من التشارت من مودي تشارت بيزد على الفاليوز اوف رينولد نمبر وابسلون على دي، وعرفنا ازاي بنشتغل الترايل اند ايرور سواء كان حاجه من الاثنين هما الانون الفيلوستي او الديامتر، في الحالتين اعرف اشتغل ترايل اند ايرور علشان اعرف اجيب الاف داش بتساوي كام. شكرا ليكم.